السلام عليكم. هاد البلايص هما حيدوا هاد لي تروطوار باش عادي يوسعوا شويه هاد البلاصه هادي. رئاسة الجامعة، يعني نخرجوا للطريق الوطني رقم 6. هذه أسواق مرجان، باقي لهم شوية ديال فوق التروطوار، هادشي اللي باقي. شارع محمد السادس على اليمين تيدخل لمكناس تهبط حتى للهديم. هذه طريق الرباط على اليمين، هذه طريق اغوري. غادي نرجعوا نمشيو للحاجب، من الحاجب نمشيو لسبت عين الحناش. شوفوا هي شويه هاد الاشغال هذه اللي في هاد الطريق. خدامين هنا تقريبا دابا مور العيد، راه بداو الاشغال، يعني راه قربوا يصاليو هذا الشيء. هذا تيخدموا فوق التريطوار بحال هكا. الجو جميل هذا الصباح، هذا دقيقة 8 قل قسمين، حرارة 18. ما عرفاش تيصوبو هنا في أتقداو، يغطيو واحد البلاصة بحال بغاو يديرو بحال الشكل ديال بومبا، لكن داكشي صغير. عرف عادي غادي يبان المعالم ديال داكشي اللي بغاو يديرو. المهم راه كاين شي حاجة تما. نمشيو للسبت عين الحناش، ندوزو على الحاجب، طريق مقادة مسرحة، ولكن الفيديو ما غنوصلهاش حتى لتما. شوفو غير هاد الطريق كي داير، ردوها وصافي. سبت عين الحناش كاين ثلاثة ديال الطرقان، كاين إما ندوزو على الحاجب الدور، إما ندوزو على بودربالة، إما ندوزو على الحاجب. كلهم مزيانين، كلهم بحال بحال تقريبا. هاد الشجر على اليسار عراو عليه، ولا بحال غيقطع الواد، بحال شي واحد فاش تيهز جلابتو تيقفض باش يقطع الواد. هكا كردو داك الشجر على اليسار. هما المهم تيعبرو العبار ديالهم، تيديرو التوفنو، تيديرو سميتو باساج بيطون. السلام. يوم تكون زايده شويه الحراره على هاد الايام اللي فاتت.
غساله وصافي الخدمه. بقي شويه ديال الفينيسيون حدا مرجان وحدا وطيل الداليه. وهاد الجناب اللي على اليسار كانوا خدامين فيهم ما عرفوا سالوهم ولا مازال. هذاك الرادار اللي كان هنا ما عرف واش غادي يردوه فاش يسالي ولا لا. دابا بعدا راه مازال ما حطوه. ديال سبتعين الحناش دابا مازال تيخدمو في ديك الطريق. المراقبه الطرقيه نقطعو مجات ونساليو هذا الفيديو نطلعو على مجات نشوفوه كي داير. الاستقلال يعني اول مره تعطى انطلاقه نتاع موسم فلاحي كانت هنا في هذه المنطقه. والاخ عثمان يعني كيطلب او تيقترح باش تكون واحد دار شي معلومات تذكيريه وتذكير شي لوحه شي حاجه اللي كتذكر بهذا ليفينمون هذا يعني بهذا الحدث الحدث التاريخي اللي كان جا محمد الخامس حتى لهذه المنطقة نتاع مجات باش عطا انطلاقة أول موسم فلاحي في المغرب بعد الاستقلال. وكان يمكن تستعمل المطار ديال مجات هذا المطار اللي كاين هنا على اليمين مور هاد المنطقة ما بين في البريدية ما بين يعني كتسمى مجات بريدية ما بين كاين اللي تيقول له لي غودغوم دو ديال بوفكران تيتسمى مطار بوفكران هو جا في البريدية يعني مجات البريدية
الطريق منين تا يدخلوا له هذاك المطار اخر عثمان تيطلب باش دار هنا يعني واحد التمثال يعني كيذكر بهذا الحدث التاريخي المهم المهم مهم على الصعيد الوطني ولكن مهم بالنسبة للمنطقة منطقة مجات. هنا كاينه الجامعة نتاع مجات على اليسار جامعة وكاينه الإعدادية وكاينه السبيطار. هاد المنطقة يعني فيها كتير لي بيبينيير هما دابا كتشوفوا هاد الشجر هذا بلاطان يعني كثير هنايا تيبيعوه المغرب كامل يعني غنوريكم هاد الطريق لا ماشي هادي الطريق اللي سمعها المره الاولى هادي شويه صعيبه هاد الطريق هادي ها هي من هنا خاص الانسان اللي بغى يمشي للمطار يدوز من تما يمشي نيشان كيدوز على ديك البيبينير ديال الهواري ولا بالهواري تيخرج فيها نيشان او لا يمشي حتى لهذا الرومبوان هذا ها هو هذا الرومبوان هذا ويطلع على اليمين يطلع مع الطريقه اليمين يمكن حتى راس العقبه وتيبان وتتبان له دو كونترول نتاع المطار نتاع المطار من هنا يطلع من هنا حتى راس العقبه واحد 2 كيلومتر جوك هو ويلقى المطار يبان له على اليمين هادي قنطر على واد بوفكران هذاك المطار راني كنت صورته درت له فيديو وحده وراني داير عليه مطار مجات مطار البريديه ولكن في لامينياتور داير له مطار مكناس الدولي علاش بغيت نذكرهم باش يديروا مطار في مكناس خص مطار حتى مكناس خص يكون فيها مطار دولي ولا دار مطار في مكناس غادي تحل بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال المسائل يعني منها خصوصا انتعاش السياحة بالمنطقة تسهيل الولوج المكانسة اللي في الخارج يولي ويجيو كتار غتسهل عليهم المسألة يعني ما يبقاش ذاك التكرفيس ديال فاس أو الدار البيضاء المهم راه دار كاينه فيديو على داك المطار
ابو فكران. بارك الله عليكم. السلام عليكم.